الأصدقاء والصديقات الكرام، هذه الليلة نتحدث عن حدث مهم في الحياة العراقية، وهي انتفاضة الشباب في أكتوبر 2019. هذه الانتفاضة التي كانت نوعية في طبيعتها وفي شكلها وفي مضمونها، فقد خرجت من الأطر السياسية المعروفة لتعلن صرخة مدوية من قبل الشباب العراقي أن يعيشوا حياتهم بشكل أفضل، وأن يكونوا في بلد يحتضن حياتهم ومواهبهم وتكوينهم بشكل أفضل. الشباب العراقي وصل إلى نهاية النفق، أصبح يائسا بعدم وجود شيء للمستقبل، عدم وجود ما يعزز حياتهم وما يعزز شكلهم وتكوينهم الثقافي والروحي والاجتماعي بشكل عام. ولذلك صرخوا صرختهم المدوية في هذه الانتفاضة التي كسرت حاجز الصمت وفضحت الحكومة العراقية في سوء خدماتها وفي استخدامها المفرط للعنف. أنا أعتقد، والكثيرون معي يعتقدون هذا، أن هذه الثورة وهذه الانتفاضة ستكون حدا فاصلا في حياة شعبنا العراقي. ولنتذكر انتفاضة مشابهة حصلت في فرنسا عام 1968 في مايو، عندما ثار الشباب الفرنسي بوجه سلطة لم تكن جائرة بالمعنى المعروف عن الحكومة العراقية أو السلطة العراقية. كان سلطة ديغول الذي حرر فرنسا والذي عزز وجودها في أوروبا، ومع ذلك ثار الشباب ضده، وكان رئيس وزرائه في حينها هو جورج بومبيدو. يعني هناك شخصيتان ممتازتان، ولكن مع ذلك الشباب وقفوا بوجه هذه السلطة لأنهم وجدوا أفقا مسدودا لحياتهم وسط تكالب واحتراب السياسيين الفرنسيين آنذاك. ولذلك أعلنوا عن نمط آخر من الحياة، أعلنوا عن مطالب من نوع آخر تضمنتها فيما بعد المطالب السياسية والعمالية وغيرها، ولكنهم صرخوا أننا نريد حياة جديدة. وفعلا الشباب الأوروبي بأكمله فيما بعد كأنه انتقل إلى عتبة جديدة، واعتبرت هذه الثورة واحدة من أعظم وأهم الثورات في العالم باعتبارها صاغت صياغة جديدة لمعنى الحياة بشكل عام وليس لمعنى السياسي. الحقيقة هذه الانتفاضة ذكرتني بالثورة الفرنسية، انتفاضة العراقية للشباب ذكرتني بها. كان هؤلاء الشباب يعني يدركون أنهم يهيئون نفسهم لمستقبل أفضل، لحياة أفضل. والغريب أن في الاثنين حصل عنف مفرط يعني من قبل السلطات الفرنسية. يعني ذاك في اليوم الثاني بعد أن بدأت الثورة الفرنسية أو الانتفاضة الفرنسية بمجموعة من طلاب الجامعات لا يتعدون يعني المئات، لكن في اليوم الثاني تظاهر ما يقرب من 100,000، استخدم ضدهم العنف المفرط ولكن ليس القتل. استخدمت الغازات المسيلة للدموع واستخدمت الهراوات. وعندما شعر الشعب الفرنسي بأن هذه السلطة تقمع التظاهر الحر انتفض بأجمعه وساند الشباب، وظهرت في اليوم الثالث مظاهرة بأكثر من 1,000,000 شخص في باريس فقط. وحصل شيء آخر، أن المثقفين الفرنسيين وقفوا كليا مع هذه الثورة، ووقف هذه المرة سارتر، سيمون دي بوفوار، جيل ديلوز، غودار، كلهم وقفوا مع الشباب وليس في مقدمتهم.
قالوا ليقودنا الشباب إلى حريتهم وإلى حرية الشعب الفرنسي الاجتماعية بشكل أفضل. وبذلك هذه الصرخة المدوية غيرت كل الحياة الفرنسية بل كل الحياة الأوروبية، وأصبحت منارا ليهتدى به. أنا لا أقول أن الشباب العراقي كان في بالهم هذا، ولكن فعلا الشباب العراقيون أعطوا لنا مثلا عظيما للاحتجاج وللمطالبة بالحياة. هذه المرة نحن نريد حياة كريمة جديدة فيها عمل وفيها حرية رأي وفيها حرية سلوك منضبطة داخل القوانين، وليس تهميشهم. عندما كان العراق يمر بأزمات كبيرة مثل الأزمة التي ظهرت مع ظهور داعش، هب الشباب أيضا. الشباب أيضا هم الذين هبوا ووقفوا بوجه داعش من خلال التنظيمات التي وجدت والحشد وغيرها، وهم الذين وضعوا وكسروا داعش وما تريد. واليوم هم يتفاجؤون بأنه بعد مضي 4 سنوات أو 5 على هذا الأمر ليست هناك حياة حقيقية في العراق. هناك أفق مسدود، هناك منافع سياسية، هناك فساد يملأ الدولة، هم مهمشون، ليس هناك عمل، ليس هناك عناية، ليس هناك قطاع خاص حقيقي. وهكذا ثار الشباب العراقيون ليقولوا أننا نريد عراقا حقيقيا غير تابع لدولة، غير تابع لمحيط خارجي، عراق مستقل، عراق فيه عمل، فيه قوانين، الفساد فيه يجب أن يحاسب. وهكذا جمعت هذه الانتفاضة كل مطالب الشعب العراقي وليس فقط مطالب الشباب بحياة كريمة خالية من يعني من 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 فساد السياسيين، خالية من عشوائيتهم، خالية من محاصصاتهم، خالية من كل الذين عبثوا به في الشعب العراقي منذ ما يقرب من 16 عام. هذه هي الحقيقة التي نحن بصددها. ولذلك أقول على هذه الثورة أن تبقى شعلة مضيئة. المفاجأة فيها أن المثقفين العراقيين لم يقفوا كلهم مع هذه الثورة. نحن لا نقول أن الجميع يجب أن ينزل الشارع مع الشباب، لكن على الأقل موقف الرأي أنك تناصر هذه الثورة وتقف معها، وأن ليس يعني باتجاه العنف، لا عنف الشباب ضد الدولة ولا عنف الدولة ضد الشباب، يجب أن ينتهي هذا لنكون أسوياء في هذا الموضوع، وليصبح التظاهر وحرية الرأي تقليد من تقاليدنا خارج عن القتل والأذى والضحايا التي ذهبت في هذا الصدد. أسمع منكم إذا هناك شيء يعني من الذين يحاورون الآن. ما حدث من تظاهرات يوحي، والعنف الذي وجهت به يوحي بأن النظام وصل إلى طريق مسدود ولم يعد أمامه إلا استخدام العنف. ما تفسيرك لما يجري وما هي عواقب هذا الأمر؟ لا، هذا واضح جدا. يعني هي الحياة السياسية في العراق من البداية حياة مغلقة وحياة يعني تحت غطاء الديمقراطية، وضعنا رأسا في كانتونات المحاصصات واستشرى الفساد ولم توجد له حلول. يعني هذا الأمر ليس غريبا، يعني هذا تحصيل حاصل، وهم ثاروا ضد هذا من ضمن ما ثاروا عليه. نعم، أسمع. ما هو برأيك أسباب عزوف المثقفين والأكاديميين في دعم ثورة الشباب؟ هل هو بسبب تواطئ المثقف مع السلطة أم بسبب سياسة القمع والترهيب التي تمارسها السلطة بحق من يريد أن يقول قولا مختلفا، أم هنالك أسباب أخرى؟ نعم، أنا أعتقد أن السببين معا، لأنه للأسف المثقف، أغلب المثقفين، مع الأسف الشديد أقول هذا الكلام، أغلب المثقفين العراقيين أصبح تابعا للسياسيين، أصبح يعني مرتبطا بطريقة أو بأخرى بالسياسيين والحركات السياسية. عندما بدأت هذه الثورة هؤلاء السياسيون أغلبهم وكلهم متورطون مع الحكومة ومع الفساد ومع الأشياء الأخرى. إذا لا يستطيع المثقف أن يناصر ثورة مثل هذه الثورة أو هذه الانتفاضة، لأن المثقف هو
سيكون ضد نفسه، سيناقض نفسه بنفسه. ولذلك أكثر المثقفين الذين ناصروا الثورة هم المثقفون الأحرار الذين ليس لهم ارتباطات سياسية، الذين أعلنوا بشكل واضح أنهم مع الشباب وإلى النهاية. هذا من ناحية. وفعلا الناحية الثانية، أنا واثق أن السلطة لوحت بالعنف ضد المثقفين وضد غير المثقفين وضد المتظاهرين، ومارست هذا العنف وكادت تمارسه وأخذت تنهب. حتى هناك أيضا من المثقفين معتقلين داخل السجون طالبوا بمناصرة، وهؤلاء حد نطالب فعلا بإخراجهم. إذا هناك تلويح بالعنف وهناك تواطؤ مع الأسف الشديد مع الأحزاب السياسية. ممكن سؤال؟ هنالك الكثير ممن هم في الداخل الآن يطالبون نحن الذين نسكن في الخارج بمصادرة أصواتنا والسكوت وعدم تحريض الشباب، وكأنه خروجنا إلى خارج الوطن كان بأسباب البحث عن رفاهية العيش وليس هنالك أسباب أخرى دفعتنا إلى الخروج. هل إن مصادرة الأصوات بهذه الطريقة للذين يسكنون في الخارج هي من صالح الوطن؟ وإنما وفي رأيي أنا أن الوطن هو يصنعه الجميع، سواء كانوا الذين في الداخل أم الذين في الخارج. وفي رأيي أيضا أن هذا فيه رأي كثير من الإجحاف بحق الذين يسكنون في الخارج، وليس بالضرورة أنهم مرتبطين بالأجنبي، لا بالعكس، إن الآن العراق بعد الاحتلال أصبح الذين هم في الداخل مرتبطين أكثر مما هم في الخارج بسبب الأفواج. ليس الجميع، الحقيقة ليس الجميع، لا نظلم الداخل ولا نظلم الخارج في هذا الموضوع. أنا أعتقد أن الأصوات النشاز التي تطالب العراقيين في الخارج بأن لا يساهموا لا يزايدوا بهذه الطريقة وهم غير متضررين، هذه أصوات. أنا قلت أن مو بالضرورة أننا ننزل إلى الشوارع كل واحد مع في ظرفه، لكن على الأقل حرية الرأي، يجب أن نقول رأينا، يجب أن يعني نظهر تضامننا مع الشباب. وأنا حقيقة عندما كنت أنشر بعض هذه الأشياء على صفحتي كان الشباب يقولون لي باتصالات خاصة كنا ننتظر صوتك أن يكون معنا وهذا يدفعنا إلى الحماس أكثر وإلى آخره. يعني هم يفرحون كثيرا عندما يبدأ المثقف بمناصرتهم، يعتبرون شيء عظيم جدا هذا. ولذلك أدعو فعلا جميع المثقفين بدون استثناء في الداخل والخارج أن يناصروا هذه الثورة، لا على أساس التضحية بالشباب وإراقة دمهم على سبيل، لا، بل على أساس استمرار توهج المطالبة إلى أن السياسيون يرضخون لمطالب الشباب والشعب العراقي والمثقفين. لأنه بصراحة شديدة نقول السياسيون تمادوا أكثر ما يجب، لجان لفحص الفساد صار لها 16 عام لم نخرج منها بنتيجة، مشاكل كبيرة شكلت لها لجان تحقيقية لا نعرف ما هي نتائجها، مال يسرق بالنهار بوضوح لا نعرف أين يذهب، عدم انضباط في القوانين، تطبيق مجحف للأشياء، كل الأشياء خطأ، وزراء غير كفؤين، لا علاقة لهم بالتكنوقراط، موقعهم تجد في اهتمامه في حق ووزارته في حق الآخر، هذه كلها مظاهر الفساد ثار الشباب من أجلها ضمنا، ويريدون حياة كريمة، يريدون أن يعيشوا مثل شباب العالم. الآن العالم يعني هم يرون في التلفزيونات والقنوات يرون العالم كيف مرفه وكيف يعيش حياة طبيعية، هم يريدون أن يعيشون هذه الحياة الكريمة. لا يمكن القبول بتهميشهم إلى هذا الحد، والسلطة انتبهت الآن. ونتمنى فعلا يعني نحن نريد الأمور سلما تحل، نريد فعلا أن يكون هناك تحاور حقيقي بين السلطة والمحتجين، وإذا تمادت السلطة حقيقة يجب الثورة عليها بكل الوسائل، لأنه على ما يبدو أن الغي والظلم مستمر إلى ما لا نهاية. يعني بهذا الحال زمن طويل مضى والعراق عايش في المتاهة. نعم أسمع منك. يعني منذ 16 عاما والدين احتل الواجهة وكان هو النموذج الذي تسعى به الدولة والسلطة بأكملها لتطبيقه على المجتمع. هذا الفشل النموذج السياسي القائم على
الأرضية الدينية أو التراثية. نعم. ماذا يعني هذا خروج الشباب؟ معناه أنه كل ما مضى لم يعد نافعا وصالحا لبناء أي مستقبل. طبعا. هل أنت مع هذا القول؟ طبعا طبعا مع 100%. كل ما بالأمر للأسف الشديد الديمقراطية استغلت لتكريس التخلف، لتكريس الخطأ، لتكريس النموذج الدكتاتوري بكل صراحة. ستقول لي ما هي الدكتاتوري؟ أقول لك وجود رجال الدين بهذه الطريقة والهيمنة على الشعب العراقي من قبل رجال الدين وأوامرهم، هذه دكتاتورية. كيف تكون دكتاتورية؟ يعني إلا نشوف دكتاتور واحد كما كنا مع صدام حسين. دكتاتورية موجودة في الميليشيات المسلحة، في الأحزاب، في المسؤولين اللي يطلقون تصريحات فيها عنف وفيها شتائم للشعب العراقي وفيها ذل وتبعية يعني لمراكز أخرى. فالحقيقة نحن أمام نظام سياسي مشوه. نحن نريد نظام سياسي منضبط بالقانون ويسعى، نريد إعمار هذا البلد منذ 2003. ليس فيه إعمار في كل شيء، لا إعمار في المساكن، لا إعمار في الجامعات، لا إعمار في المدارس. لحد الآن هناك مدارس من طين. هل يعقل هذا الكلام في بلد يعني ثاني بلد نفطي بالعالم يعني؟ إذا الحياة وصلت في العراق إلى حد الاختناق، فيجب أن ينتبه لهذا كل من يقودون هذا البلد ويدركون أن الناس إذا سكتت يوم أو يومين لكنهم لن يسكتوا إلى الأبد. أنا أعتقد يعني وفينا هذه المسألة، وأتمنى فعلا لشبابنا كل العافية في حياتهم وفي ما يريدون، ونتمنى فعلا أيضا من الحكومة والجهات المسؤولة أن تنتبه لهذه الشريحة العظيمة من أهلنا وشبابنا ومجتمعنا في العراق، وأن تبدأ بإصلاحات حقيقية لا بإصلاحات زائفة. لأن أي إصلاح زائف أو هو وعود بالكلام سيرتد عليهم 10 مرات فيما بعد سلبا. وهذا ليس تحذير فقط، وإنما هذه حقيقة حتى علمية. لا يمكن الاستمرار بلوك الكلام دون نتائج. إلى وين يعني؟ سنذهب إلى 10 سنوات قادمة ونحن نقول سنحارب الفساد، سنبني. متى تحاربون فعلا ومتى تبنون فعلا؟ شكرا لكم.